السلام عليكم مشاهدينا ومتتبعينا على قناة سكانير الكرة. بعد فترة راحة صادفات نهاية كأس أمم إفريقيا اللي توج بها المنتخب الجزائري، نشاط القناة كيتجدد مرة أخرى مع اقتراب انطلاق الدوريات الأوروبية الكبيرة، هذه المرة مع فيديو خاص عن الدوري الإيطالي اللي كيبان أن مسؤولي الفرق ديالو عازمين باش يرجعوه لأيام العز، وهذا الشيء اللي بان من خلال الميركاتو الصيفي الجاري. هاد الفيديو غنحاولوا نبينوا لكم خلاله النقاط اللي كتاكد ان الكالتشيو هاد العام كيستحق المتابعه وغيكون مليء بالاثاره، وهذا الشيء عن طريق زوم مقرب على ابرز الانديه اللي كتبان قادره على انها تنافس على لقب هاد الموسم. وغنقوموا في الايام القادمه ان شاء الله بفيديوهات مشابهه عن ابرز الدوريات الاوروبيه اللي كتوعد بالفرجه في الموسم القادم. قبل ما نبداو ما تنساوش تشتركوا في القناة بالنسبة اللي مازال ما قامش بها، وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش تكونوا انتم اول من كيعلم بجديد القناة. البداية غتكون مع حامل اللقب اليوفنتوس اللي اختار هذا الموسم انه ينهي ارتباطه مع أليغري ويتعاقد مع فيلسوف الكرة الايطالية موريسيو ساري. اليوفي مع ساري كيبان ان اللعب ديالها غيتغير بشكل كبير وغيتبنى بالخصوص على ميرالين بيانيتش، كيف ما كان الحال مع جورجينيو خلال فتره اشراف ساري على كل من نابولي وتشيلسي. المدرب الايطالي معروف بالاعتماد على نهج 4-3-3 مع اختيار احد لاعبي وسط الميدان لشغل مركز الريجيستا، هذا اللاعب غيكون هو بيانيتش، وهذا الشيء اللي كيتاكد من خلال تصريح ساري مباشره بعد تعاقده مع الفريق بانه كيتمنى يولي اللاعب البوسني يلمس الكره بمعدل 150 مره في المباراه، الا انه اوضح ان هذا الهدف ما غيكونش سهل الوصول ليه وكيحتاج تطوير اوتوماتيزمات خاصه باش اللاعب يولي يشد الكره بزاف خلال كل مباراه. كيف ما ذكرنا ساري معروف بنهج 4-3-3، السلف ديالو أليغري فيتجرب هذا النهج مع اليوفي لكن ما نجحش فيه بزاف، الا ان الفرق بين المدربين كيكمن في التنشيط الهجومي والدفاعي ديال هذا النهج، بحيث مع أليغري كانت اليوفي كتعتمد على بلوك دفاعي هابط، في الوقت اللي اليوفي مع ساري غتبدا تبحث على الكره في مناطق الخصم عن طريق الاعتماد على ضغط عالي كيشاركوا فيه جميع اللاعبين، وهذا الشيء غيخلي اللاعبين يكونوا امام امتار قليله من تشكيل الخطر شريطه تطور قدرتهم على تمرير الكره لحظه استرجاعها بسرعه بيناتهم باش يقدروا انهم يهدوا مرمى الخصم بشكل اخطر. بالنسبه لميركاتو السيد العجوز، فالى جانب الصفقات البينه اللي هي ديليخت وعوده هيغواين وبوفون الى جانب انتداب رابيوت، كيتلاحظ ان اداره الفريق كتحاول توجد الخلف للمدافعين اللي تقدموا في السن، بحيث اغلب التعاقدات كانت على مستوى الدفاع، وابرزها الى جانب ديليخت كان التعاقد مع المدافع التركي ديمريل اللي دوز 6 اشهر فقط مع نادي ساسولو الايطالي بعد ما جا من الدوري التركي، لكن قدر في هذه الفتره الصغيره انه يكون افضل مدافع استخلاصا للكرات في الدوري الايطالي بما يقارب 48 تدخل. ثاني فريق غنتحدثوا عليه هو انتر ميلانو، الفريق اللي اختار يبقى فيه المدرسه الايطاليه بعد سباليتي، هذه المره مع الملقب بالمطرقه انطونيو كونتي. باتريس إيفرا مؤخرا كان صرح باللي فين كان كيلعب مع اليوفي اللي كان كيخلع اداره الفريق هو انتر ميلان وماشي نابولي. هذا الموسم ممكن اليوفي تخاف على بلاصتها بالنظر لان انتر ميلانو تعاقد مع المدرب اللي قاد ثورة اليوفي وكيعرف جيدا الكرة الايطالية، زيد على هذا الشيء ان الفريق بدا كيسترجع مستواه تدريجيا في اخر موسمين، وهذا الشيء كيتجلى بوضوح بعد العودة ديالو للساحة الاوروبية. كونتي فين كان مع اليوفنتوس كان تعرف بانه كيعتمد على نهج 4-4-2 اللي كيتحول ل 4-2-4، وتعرف ايضا باستخدامه لنهج 3-5-2. النهج الاول اللي ذكرنا كان خلق به الرعب للخصوم ديالو وكيبان هو الاقرب باش يعتمد عليه مع النيراتزوري، لكن في نفس الوقت ممكن يعتمد على ثلاثي دفاعي بالنظر للاختيارات المتعدده اللي عنده في هذا المركز قيادة غودين، سكرينار وديفريج. من بين الفرق اللي مرشحة انها تنافس على اللقب هذا الموسم كاين المنافس ديال اليوفي خلال اخر مواسم واللي هو نابولي تحت قيادة كارلو انشيلوتي. نابولي هذا الموسم تحت قيادة اسطورة التدريب الايطالي غيكون اكثر خطورة. الفريق العام اللي فات جا هو الثاني في الكالتشيو وتقصى بسذاجة
في مجموعات دوري ابطال اوروبا. هذا العام الفريق غيكون بخبره اكثر واللعابه غيكونوا قادرين على نقل افكار انشيلوتي على ارضيه الملعب بشكل كبير بعد ما شربوها مزيان طيله الموسم الماضي. انشيلوتي ركز خلال هذا الميركاتو على تقويه خط الدفاع بضم مدافع روما مانولاس اللي غيشكل رفقه خاليدو كوليبالي قوه دفاعيه رهيبه. المدرب الايطالي عبر عن ارتياحه بعد هذا الانتداب بحيث صرح باللي غيولي عنده جوج مدافعين قادرين على مواجهه الخصم في وضعيه واحد ضد واحد، وهذا الشيء غيعطيه خيارات تكتيكيه كثيره. الى جانب مانولاس نابولي انتدبات النجم المقدوني الصاعد إليف إلماس اللي كان متالق مع فينيرباخشا التركي الموسم الماضي. اللاعب غيعطي اضافه كبيره على مستوى وسط الميدان، كيقدر يشغل مراكز عديده خاصه اللي عندها ميولات هجوميه. اضافه الى هذه الانتدابات كيبان ان نابولي هذا الموسم غتستافد من مجموعه من اللاعبين اللي تطور مستواهم على راسهم الجزائري ادم والناس اللي كيبان ان انشيلوتي كاين ويعطيه فرصه اكبر، والاكيد ان اللاعب عنده ما يضيف اخذا بعين الاعتبار مستواه الموسم الماضي وخلال كاس افريقيا الاخيره اللي تضمنت في مصر. الى جانب الثلاثي اليوفي الانتر ونابولي اللي ذكرنا الحدود الان، كاين هذا الموسم نادي الاي سي ميلانو اللي بعيد عن الضغوطات لكن قادر على خلق المفاجاه حتى اذا ما استطاعش ينافس على اللقب. الفريق كيبان من خلال الميركاتو الجاري انه غيقدم كره جميله وغيخلق الفرجه في الموسم القادم للكالتشيو. الميلان اختارت هذا الموسم تعتمد على مدرب كيعرفوه جيدا متتبعي السيريا ماركو جيان باولو، هو رفيق ديال موريزيو ساري اللي كان وصى مسؤولي امبولي باش يتعاقدوا معاه فين خلى امبولي ومشى لنابولي. جيان باولو قاد امبولي في ديك الفتره ومن بعد وقع مع سامدوريا 3 مواسم مميزه. ماركو مدرب عنده افكار هجوميه والاكيد ان الكره غتشوفوها مع ميلان خلال هذا الموسم. افكاره تقريبا شبيهه بديال ساري من ناحيه التركيز على لاعب الريجيستا مثلا، لكن ثلاثي الهجوم كيقوم بتوظيفه بطريقه مغايره عن ساري. جيان باولو كيعتمد على نهج 4-3-1-2، سيستم كيعول بزاف على الريجيستا وفي نفس الوقت على التريكواريستا اللي كيقوم بصنع اللاعب لقلبي الهجوم. الميلان خلال هذا الميركاتو صرحات العديد من اللاعبين وقامت بانتدابات ذكية، على رأسها ظهير ريال مدريد ثيو هيرنانديز ونجم وسط ميدان المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر للأكيد أنها غيتطور بشكل كبير تحت قيادة مدرب الميلان الجديد. الفريق الخامس المرشح للمنافسة على اللقب هو نادي روما اللي غيكون التركيز الكبير ديالو هذا العام على الكالتشيو بعد ما فشل باش يتأهل دوري أبطال أوروبا، وهذه أول مرة كتوقع للفريق خلال السنوات الأخيرة. روما غتعيش هذه السنة فترة انتقالية، رحل المدير الرياضي مونشي وتم التعاقد مع المدرب باولو فونسيكا المدرب البرتغالي اللي كان كيقود مؤخرا شاختار دونيتسكا الأوكراني وقدم معه 3 سنوات جد مميزة. الفلسفة ديال المدرب البرتغالي منسجمة مع رؤية روما وهذا الشيء اللي كيبرر اختياره. فونسيكا كيعتمد على نهج 4-2-3-1 وكينتمي لمدرسة ساري وغوارديولا بحيث صرح باللي الانتصار بوحده ما كيقنعوش، ضروري من اللاعب الجميل، وهذا الشيء اللي كيتجسد من خلال الانتدابات مثلا اللي دار في الميركاتو بحيث تعاقد مع جوردان فيريتوت من فيورنتينا. هذا اللاعب غيشغل دور ريجيستا باش يصنع اللاعب ويخلق فرص التسجيل وفي نفس الوقت يعوض الرحيل ديال ديروسي. الى جانبه الانتداب المميز الاخر هو دياوارا من نابولي لاعب خط وسط الميدان اللي قادر ايضا على خلق الفارق على مستوى وسط الميدان، ومن خلال هذه الانتدابات كتبان الرؤيه ديال فونسيكا وانه كيعتمد بشكل كبير على بناء اللعب من الخلف. متتبعينا كانت هذه ابرز المعلومات عن فرق الكالتشيو هذا الموسم، موسم حارق كينتظر الطليان ومحبي الكره هم اللي مستفيدين. ممكن تشاركونا في التعليق اسفل الفيديو توقعكم البطل السيريا هذا الموسم وشكون الفريق اللي كيبان لكم قادر على خلق المفاجاه وكسر هيمنه اليوفي اللي تواصلت في السنوات الاخيره. اذا كانت هذه اول مره كتشوفوا قناه ديالنا فما تنساوش تشاركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وممكن ايضا تفاعلوا مع المنشورات اليوميه ديالنا اللي كنحطوها على صفحتنا في الفيسبوك، وما تنساوش كما ديما بارطاجيو مع اصحابكم.